النصر من الآخر كم بطولات النصر؟ كم؟ 38 إلى الحين إلى الأعلى. طيب خلها 38 يلا. ما اختلفنا. طيب بطولات النصر 36 بالمجمل يعني. وش أسوي بذا؟ الرسمية 34، إذا أضفنا لها البطولات الدولية الودية صارت 38. طيب طيب بطولة. طيب راح دور منصب تنخرة وأنا أبوك عط أمك. أنا عندي 37 بطولة. أنا أنت ما راح تتأهل آسيوي إلا إذا سبعة. ترى شوف سبعة، تعرف إيش معنى الحين بعض الأسهم لما يقول لك نقية؟ 37 بطولة نقية. وأنه هنالك توثيق كامل للأربعين بطولة التي حصل عليها النصر. استغفر الله العظيم يا رب، كرهتوني في أحلى حاجة بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه أكتر من أمي وأبوي. كانت 39 بطولة، البطولة الأخيرة كأس العهد هي المتمم للأربعين. تستهبل أنت؟ تستهبل؟ تستهبل ولا في شكلك؟